النهائيات عم بتقرب بكل حلقة والمنافسة عم تشتد. عم بتزيد. بالحلقة الماضية وبمناسبة عيد الاستقلال قدمت لنا فرقة مسك عرض مميز من عروضها التراثية. ومن العجقات اللي عم بتصير انه خلال التدريبات الاخيرة حصل شد عضلي لعدي من فرقة عمانيون، وكان احتمال كبير انه ما يقدر يكمل للحلقة، لكن مع دعم كل المواهب التانية والمسكنات رجع عدي شوي شوي، وقف على رجليه واستعد للحلقة من اول وجديد. اطلع على الستيج بعدين اصير اي شيء، كل شيء بدكم اياه. The game's over. Get ready for the countdown. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ومع بدايتها بلشت عجقة الفريق والجمهور بلش يقيم، أما المشتركين فعم بيحاولوا يغلبوا توترهم ويقدموا أفضل ما عندهم للجمهور. تحضيراتهم استمرت لآخر لحظة قبل ما يطلعوا على مسرح نجم الأردن. التوتر كان بلا نهاية، والحماس بلا نهاية، والعجقة كمان بلا نهاية. أنت جودي فصليني، أصوة في العاشقين. Come on.
ساعة إعلان النتيجة قرب ومعاها زاد توتر المشتركين ودعمهم المعنوي لبعض. بالحلقة الماضية 8 بس هم اللي ضلوا معنا من 12 مشترك، وإعلان مين اللي رح يفوز بلقب نجم الأردن عم بيقرب يوم ورا يوم.